ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سعيد بستقبل غازي العيادي أيمن لسيق الزوز نجوم التوانسي اللي عاملين أغنية جديدة حلوة برشا. سي غازي مرحبا. ربي يخليك نوفل وسعيد جدا بالاستضافة هذه. مرحبا وحشتك سي غازي. ونبيل خويا ليك وحشة صافي مدة. مرحبا بك أيمن لسيق. سي أيمن شنو أحوالك؟ الحمد لله. أنت شنو أحوالك؟ مرحبا الحمد لله. لاباس عايشك نورتونا. دونك الديوم تاع الأغنية الجديدة اللي عملتوها معناتها انتوما فنيا معناتها لحنت له مره اما ما كومش قراب فنيين بعضكم معناتها ما تتعامل لحنت له مره كهوي. لا لا شوف هو لحنت له زوز غنيات ديبي كان معايا انا اللي هو صبرك عليا صبرك عليا وقعدنا ديما انا وايمن معناها علاقتنا طيبه ضحكوا لعب صبرك عليا 10 سنين 10 سنين ما صدقش قلت له 10 سنين قال لي 10 اي نعم 10 سنين بطمن عليك 9 سنين اي تجري الدنيا تجري مش من احنا الدنيا اللي تجري والله سبحان الله. شوف وايمن انا نرى انه احنا قراب موسيقيا لبعضنا أنا فنيا قراب لأنه نفس الجو والنمط الموسيقي نحبه الشرقي نحذقوه ما ذاك السي متاعنا فهمت الموندو متاعنا ولا دوك استدعيته أنت عديو هذا خممت فيه أنا مازلت استنى في لغة ديويت فما استدعاني استدعيته راه أي لا هو شنقول أنا نقول وقت اللي عملت الغناية قلت له سامي ماذا بيا نغني أنا وحد ديريكت مور لقينا أنا وياه مع بعضنا في أيمن قلت له إيش قولك أيمن سامي قال لي كهو وفات الحكاية سيفري معناه وزاد هو كي جاء دوب ما سمع الغناية قال سي أنا راني معك مش قلت دخلت صبيت صوتي دخلت صبيت صوتي صبيت صوتي بعث الغنية الموندو جديد في تونس معناتها الموندو ناجح في المشرق ممتاز على الاخر في تونس خاطر ما نوعوش برشا بصراحة معناتها في تونس عندنا كل نتلهيو بحاجة شدوا فيها مع عرفت كلمة مثلا الراب تونس كل غنية راب معناتها جوستو هو نبيدي انا بيدي وليت انت نبرت على الراب بعد غنيت اش علينا حرقت لي سؤال جاي بعد شوية تسمى هذه ماهيش مهرجان لا مع في الشعب المصري الشعب المصري ما مرو فينو شويه معناها مش الشعب البير مبرق شعب قد احنا نقولوا في مصر شعبي شيك اي ولا ما تنجمش انت اي لا مش ياسر ما شعبي شيك المقام الشرقي حذقناه بالكدا مرتمه ومتحركه الغنايه بالكدا وفيها وشوف هي شنو اللي فيها هو فمك التركيبه هذيك اللي نتاع الكلام اللي هو كلام من الواقع والصميم ودمار وميم تون الغنايه مرقصه هي هذايا هو التركيبه اللي جات في الغنايه معناتها طالعين غنايه حزينه تبدا من الاول حزينه بعد ما اللي نشطحوا على الحزن بالضبط هذيك هي معناتها كيما معناتها يجيو ساعات أيه كيما برشا اغنيات مصريه معروفين أيه. تبدا حزين وتشطح معناتها به الفيتورينج ايمن معناتها واحد يهز الاخر ولا زوز كيف شنو انتم الفيتورينج هذا شنو كل واحد يستغل الجمهور نتاع الاخر فوالا فوالا معناتها انت كي رميت روحك مع غازي ما خممتش كيفاش علاش كذا ما خممت في حد شيء انا خاطر فيو البرودوي عجبني على الاخر ما سمعت الاغنيه انا اكثر حاجه معناها همتني هي اللحظه الاولى كي جيت وسمعت الاغنيه دونك هي اللي خلتني ديريكتومون قلت لك تخلص صبيت صوتي معناها ما خممش في الديتاي هذوما اسكوش نزيد ولا يزيدني ولا مش هذا اللي حاجتي به البرودوي اللي انا عندي برشا لوجه لحاجه كيما هكا وجات الفرصه هكا ما خممتش خاطر غازي ولا انت بطبيعتك ما تخممش ليش نو خاطر غازي غازي اخي شويه معنا ديجا متعاملين مع بعضنا احنا قبل معناها يمكن من الملحنين القلال اللي عملت معاهم انا زوز اعمال ولا هذا الثالث ونحب معناها الموسيقى هذه غلط نورمالمون راهو عامل على الاقل 10 غنيات معايا زوز اعمال راهو في 11 سنه شويه خاطر ثبت اسمي صبرك عليا 11 سنه دونك نرجع واخر تريف شويه بدلنا شويه باش نعوضوا علاش مثلا غازي ما تكنبصش وتجتهد والشعبي تخدموا على بالتونسي معناتها شعبي تونسي جديد علاش معناتها انت بالخبره اللي عندك تو صحيح قعدت في مصر اما بالخبره اللي عندك علاه ما رديتوش شعبي تونسي؟ والله شوف تو انا عملت الايامات اللي فاتوا عملت اغنيه اسمها ليت الزين تهب محلاها وكل شيء تعديت ما حسيتش ما فهم حد شيء معناها هذيا تو تعديت تغزر كيفاش عملت ايوه الناس تحكي وحتى من نومبر دو فيو عاملين نص مليون في جمعتين معناها ما عملتهمش انا بالكل معناها الاخرين تو الكل قاعدين يتشافوا وقت اللي الاغنيه هذه قاعده تتعدى الور كو هذاك الشعبي التونسي نتاعنا وعملتها رافيني وحلوه ياسر وكل شيء فيها مي مالوريزمون انا الراف اللي كومنتير شبيه مش تونسي اما لا احنا راهو انت بيدك نوفل تعرف انا ما تنجمش تقول لي شبيك تغني مصري لانه انا عايش في مصر قضيه 10 سنين تقريبا
وبدايتي كلها بدات بالشرقي. 10 سنين من عمرك شويه راه شنو 10 سنين باش تفهمنا بهم؟ لا لازمك 10 سنين وعندك 60 سنه في تونس 70 سنه انت تقريبا زوج قرون في تونس و10 سنين في مصر. اما ايش نقول لك؟ المهم انه انا بداياتي زاد بدات غناء شرقي فهمت؟ ما بديناش الله غالب، احنا ما نقولش الله غالب، من قبل في التسعينات كان الواحد يغزر كان الرغب علامه وجر وصوف وهاني شاكر وذوما، هذوما هما اللي متصدرين. كيف الناس كل ماشيين فك الحمله هذه؟ اي من قعدت انت تضحك وقت غازي احكي لك نعمل تونسي ما ينجحش يفك علي خليني لا ما لا بالعكس انا نعمل تونسي فما تونسي يا ما المصري وين مكخير بالحق عمل محاولات معناها اغنيات بحلاهم على الاخر والله عمل 20000 فيو في اغنيه تونسيه ماكس بالحق مالوريزمون ولو انه هما اغنيات انا والله حبيت لا انا والجيران جنرال عملنا قريب اول ما هبت عملت 150000 فيو 150000 خاطر فيها راب من العمارة توري طفولها يعمل 200000 ما يسيبها اي ما توا هذا محرق مش نحكيو فيه تيلي اللي شعلينا اي وكان توري حاجة أخرى تعمل قريب 3 4 ملايين شعرها على لا نحكي على هي نحكي على الغناء والدنيا نتاع الغناء اي فوالا دونك كل واحد اختصاصه. انت ايمن ما عندكش الحكاية شرقي تونسي تغني؟ ما عنديش الحكاية تغني ما يسمعش هو حكاية الفيو نوفل احنا الفيو راهو ماهوش الفيو ماهوش فنيا نحكموا فيه الفيو نحكموا فيه برشا حاجات أخرى هذيك علاش قلت لك راهو الفيو يتحكم فيه بحاجات اخرى معناتها لو نومبر دو فيو مشكله فيه او عندي اقتراح انا مثلا نعاودوا كليبكم انتم تغنيوا ونحطكم بعد شويه ونجيبوا طفله بدو بيس تاش تحت وتعملوا 6 ملايين شو 6 ملايين هذوما نعملوهم في دقيقتين 6 ملايين اي سيفري سيفري راهو شوف لو نومبر دو فيو هو من تكوي ومن تحرق معناها تجي تحب تقول خليني نعمل دي نومبر دو فيو شنو نعمل تو زلاتان ابراهيموفيتش مثلا نولي فهمت نحي الكسوه والدنيا كلها واحد والا تقعد نظيف وعاقل وناس مليح وتبدا والله الناس كل يعطيك الصحه ومحليك ما بنك وعامل ثلاثه فيو فهمت هذا المشكل فهمت انا وليت نخاف ما اللي يشكروني ياسر نلقاها سته فيو في الاخر اي صحيح غازي اكثر واحد ما يحبش السبان صح في حياته يحب شكون يقربوا فهمت حتى كومنتير ما يقبلوا تو تبدل لا متى هذوما قال لك خويا انا تو لازم نتقبل هذوك الكومنتات الخايبه السبين معناتها برشا فيو انا تو في كل مره كنتغش فيها على كلمه ولا واحد انا نعمل لك باش تكلم وقولي لا اركح انا نحبهم يسبوني تو سبوني يا ناس هكا هو لا غالب هو شنو ملاحظه للناس اللي تسب مثلا حاولوا تسبونا باحترام معناتها يا خويا نعمل حصه خايبه يعمل غني خايب يا خويا سبني مثلا ما تسيبليش امي سبني انا سبني سبه محترمه بني انا صغير برمدني لا ما سيت اون ايزي شوف انت ما لازم نفهموا حاجه تو انا مثلا مساره مثلا كي يدخلوا يعملوا لي كومنتير في الغنايه يعملوا كومنتير وينقدك اما في الاخر ايش يقول لك؟ يقول لك بالتوفيق اي ويا استاذ وكذا اما خويا تونسي خويا ديريكت من الاخر فما اللي يدخل ما شاف شيء تحسه غلط معناه كاتب كومنتير نتاع معناه نتاع ايميسيون في ناشونال جيوغرافي الله غالب الله غالب هو داخل واحد للكليبش كاتب كومنتير غنايتكم مدرسيه ماستر برشا غنيتكم ماستر برشا يا اخي انت وذا ما عادش يكور توا ولا معناه ولا فنان في مخه معناه العيادي جوار معناه ما تخافش ما يعرفش جمله يوريك باليوم ما عملش كليك وما تخلش يشوف اما الكومنتير موجود السبه لازم لك حط السبه بعد حل يضر قلت له انا راني غزل عادي بتاع الغناء مش تاع الكوره مش عمل ايه شفت ايه والاخرى ذيك بربي كيفاش قالت قالت لي كيفاش قالت لي قالت لي اسمع قالت لي قالت لي غزل عادي قالت لي قالت لي مازلت عايش مازلت عايش يا اخي انا بعثت لها مساج قلت لها في بالك اللي بابا وعزيزي مازالوا عايشين ربي يطول في عمرك احنا كلي سيدنا نوح فاميليا جوستومون احنا حتى سامحني باش نعتذر لك خاطر فما واحد من فريق العداد طلبك زاد ما عرفتش احكي معك شويه يا ودي هبلني اي فوالا العداد هو ذا اي من فريق العداد تاعنا بلي نسمعوا التليفون شوي الو الو على السلامه مرحبا سي غازي وي خويا مرحبا بك معك فريق الاعداد برنامج نجوم مع سينوف الورتاني اهلا وسهلا خويا مرحبا سي غازي تماشي امكانيه معناها خاطر غدوه باش تكون الحصه ديكالي وكل شيء تماشي امكانيه تجينا في شورت سي غازي وكاسكيت باش نعملوا حاجه بحضور الفنانين شورت نجيكم في شورت وكاسكيت اي معناها حاجه ديكالي فهمتني سي غازي خاطر معناها يلزمنا كما نقول نحن نتعاملوا مع الفنانين الشبان معناها جينا فنانين شبان انا معلم اسمعني سي غازي خاطر توا العباد مثلا الكل حفظ اغنياتك مثلا كما نقول نحن كبرت ولا كبرت لا عباد الكل تعرف شكون سي غازي الشواشي دونك احنا لحظه معلم نعم في عقلك سي غازي هاني معك اسمعني
عندي انا مثلا ما عنديش غنيه كبرت ولا كبرت مش انا هذا خوك شادي الحاجه ولا عندنا شواش كبرت ولا كبرت موسي غازي شواشي ولا معايا لا غازي العيادي معلش شنو هكا توا شكون معايا سمحت يا ولدي غازي العيادي هذيك كرم دي مش مكلمني قلت لي غازي من الاول صار انا كلمتك الو في بعضي معلم نفطر واحد تاع شنو هو شنو هو في العمل هذي بالعاني اللي ورشني لا ثماش امكانيه تعطيني نمره سي غازي الشواشي ما انا غلطت لا عدنان الشواشي نعطيك نمره عدنان الشواشي لا نعرف سي عدنان الشواشي نعرف مال انت شكون سامحني الشواشي اي هذاك هو غازي الشواشي نتاع مشنويه مش انا لا لا انت شكون مال طلبتني سامحني يا خويا تبع سبنيش انت تو تعمل لي ماس في راسي يرحم والديك اداره شنو هي اداره هذه معلم شنو هي اداره اللي طلبتني يا استاذ خليتي بربي ناحيه المرايات وخلي ناحيه الفرقيطه وخلي ناحيه الدنيا كل سامحني انت طلبتني اداره هذه الاعداد انا الاعداد انا تابع الاعداد لي نيميرو معناها الاعداد تابع الاعداد اي لي نيميرو انا عندك 0 على 10 كي تابع الاعداد لي نيميرو انا ليه بلي نيميرو الاعداد اسمعني يا معلم نعم ثبت روحك انت تو شكون اللي تكلم باه ومع شكون تحب تحكي ومع شكون كان تكلم جماعه الاعداد باه حاسيلو اسمعني بابي يرحم والديك انا تو نحاول نتصل بسي غازي العيادي كان ما لقيتوش تو نعاود نكلمك سي غازي يا ولدي ايش فيها جاي يا ولدي انا غازي العيادي اي تنحاول نتصل بيه غازي العيادي تهب علي انت بتاع الكوره ولا بتاع الغناء لا لا اللي غني اللي غني يا ولدي انا بيدي معك باه تو نحاول نكلمه سي غازي كان ما تحصلش عليه تو نرجع لك تسمع زي ما يسمع تسمع ولا ما تسمعش انت ثاني نقول لك فيه قلت لك تو نحاول نتصل بسي غازي كان ما تحصلش على سي غازي تو نكلمك انت سي غازي شكرا جزيلا صح الى اللقاء صح فطورك والله لا خليني نفطر صدق فطور في تنبك فطور كلمني دوخني تحكي بالفرشي تبي ان توكا معناتها انت عندك وصعبي لما كي تتنرفز تتفكر مش لا مش دي كيما تونس كل خي فماش تونس تحكي تونس كل في سافيس نلحموا في دقيقه التكويره نبداو نكوروا مريقلين تو دانكو صاي وفات الحكايه ايوه قص تكويره وهز كورته وروح اي جوستومون يبداش مع اخوك تدوين عليه وترجعوا اصحاب به ايمن نحب نسالك 2019 وفيتوا بالديو هذا معناتها ولا الفيتورينغ هذايا ما كانش عندك برشا جديد كيما توقعنا في 2020 الجديد وهذا بدينا فيه في 2020 راهو الكليب دونك هذا اول برودوي 2020 اما فما توا خدمه كبيره حاضره ان شاء الله وكيما تفهمنا اما لا انا باش نقولكم نقص عليكم انا هبطت غنايه قبلها بثلاث جمعات فما غنايه اسمها بيني وبينك اي عملتها انا وايمن قال لي غازي هذه الغنايه عجبتني ذول اللي نحب نغنيها انا تو هي راهو هكا بدات انا وايمن نحكيو وصدقني الغنايه هبطت ظلمت على الاخر باش نقولوا على التونسي غنايه تهبل حلوه برشا صدقني التوا مسيكنا قاعده تددش ما فماش حتى 10000 فيو اي ريت فما ما هو تونسي ها هما يقول لك تونسي في الاخر بكل ما يدعموش الحاجه التونسيه مش ما يدعم فما نعرفش شكون يدعم ما يدعمش اما يظهر لي ريت انت وايمن عملتوا لها حكايه تعديتوا في ميسيون تيلي جيتوا معناتها فما بلانينغ نتاع هكا اي بتاتر وي خدمناها اي يظهر لي ما يلزمكش غنايه توا ترميها اي ديجا اللي يقول باش نصدر البوم ولا يضحكوا عليه العباد معناتها البوم كلمه البوم مش موجوده هي اصلا معناها مش موجوده بي ايمن انت حكيت في التلفزه ما حبيتش تجاوب عندك الجراه باش تقول لنا شكون الفنان ولا الفنانه اللي قالوا لك ما تغنيش مع غازي والله فك علينا منهم والله صدقني هذه وخطر ذي راه اشوف تنبيره ذي راه موجود عندنا في جونا الفنانين راه موجود وعايشين به حياتنا الكل اما انا ديما يا خويا مسالم وفك عليا معناها باش تولي مشاكل بين هذا وبين غازي خلينا لا ما سامحني معناها بور كيل كريتير شنو هو الكريتير اللي واحد يجي لايمن ينصح على شنو هو زعما ينصح عمره ما كان لا ما ذي نجم لا هو في مخه مش انا لا معناها هو ذي الفنان اذا كان قال الايمن معناها انا نعتبره فنان مسكين تافه هو بالضبط لانه يجي ما هو عقل عملت اغنيه مع امبيريكا معناها قالوا غنية غازي معناها غازي عادي ما هو فنان معروف وكونفيرمي وعنده يا سيدي نحى علينا من كل شيء هذا فنان باهي معناها نجمش نقول تو انا يجيني واحد يقول لي ما تعملش ديو مع ايمن ما يتسمعش هذا فهمت قد ايمن صوت باهي وفنان حلو برشا ويلبكوا المستقبل قدامه كبير ياسر فهمت معناها الا اللي غير من ايمن يجيني يقول لي لا ما تعملش ديو مع ايمن الور كل انا حسيته غير من البرودوي كيفاش نحن خدمنا مع بعضنا كيفاش خرج الغيره فهمت. عاديه مي احنا الحق الاولاد الفنانين انا نحبهم لانهم الوليدات كلهم باهين الحقيقه
انا الراف الجيل نتاعنا ولا الجيل نتاع الاولاد. شوف البنات ما عنديش بهم برشا اصحابي ونحبهم، لكن الاولاد ما فماش مشاكل. البنات مشلوا شويه بنيتهم، البنات مشلوا شويه بنيتهم، اما راهو معنا احنا ماهمش خايبين. انا بيرسونيل مو علاقتنا بالبنات تهبل، حق الاولاد كلهم بقى مشكل بين الراجل فنان وفنانة، والله الأغلبية رجال في بعضهم ولا نساء في بعضهم. وأيمن كيفاش تحكم؟ معناتها كوريكت ما يعملش مشاكل. لا بالعكس، يخدم على روحه ويخدم مريقل يعني واحد شي. يسمع حتى كيتكلموا، خاطر أنا تو كمان فما خبرة بيني أنا ساعات ننصحه حتى على كاريره هو، نقول له أيمن راهو ذوما مثلا حاجات ذوما صاروا لي لي أنا، حاول تفاديهم وباش تنجم تعمل اللي أنت حاجتك به. يسمع الكلام، مازال مستقبل قدامه، مازال ينجم يتطور برشا، وان شاء الله يا ربي يكتب لنا نجاح. ايمن غازي هذا شحكي، ايمن غازي يظهر لي مشكلته متردد برشا، معناتها ها باش نلحن، لا ها باش نغني، لا اختاني من الفن، ها نعمل كذا، معناتها ما صارت لك برشا ترددات، هو معناتها تعدى عليك برشا، كل مره تاخذ قرار وترجع وتعمل، معناتها لا هو شوف مش نحب نسمع راي ايمن بعد راي بون. هو راهو ظروفه زاد الواحد، وتجي دي بيريود راهو والله يصدقني الواحد يكره الفن ويفد منه، فما برشا عباد بعد 10 20 سنه راهو يرجعوا. دونك غازي بعد على عامين ولا حاجه كيما هكا، سي لي برودوي معناه يهبط فيهم كل عام، معناه موجود، معناه كوتي برودكسيون موجود، معناه كل عام موجود ويحط البصمه نتاعو. تعدى البرودوي وصل له ولا ما وصلش هذيك حاجه اخرى، خاطر ذوق الناس هذاك باش نحكموا فيه، الا انه قاعد يخدم لين تجي الحاجه باهيه، الاغنيه الباهيه اللي توا باش تتوصل تمس الناس الكل واللي باش يرجع فيها الواحد وكا. جوستومون غازي شوف من نوفل معناه توا في درا قداش من عام، نقول لك هبطت رضيت الوالدين عملت جو حلو ياسر، هبط بعدها بنت الناس، هبط لالت زين، هبط في حبها السلطانة، هبط هبط برشا غنيات. لكن فما فترة واحدة قعدت فيها أنا تروازان تقريب، قلت طيب خوي خليني أشوف، وهو اللي ما يعملش ركيل راهو زاد ما ينجمش يفهم، خاطر احنا راهو في تونس تشقلبت الموازين الكل، معناها اذا كان انت ما تحاولش تفهم وما تحاولش يلزمك تغزر من بعيد، خاطر وانت في وسط ما تنجمش، لازم تبعد وتغزر. اما انا راهو نقول انه انا ديما الموسيقى حاجه ما تتبعدش عليا بالكل وما ننساهاش وما نجمش بعد عليها. وتشقلبت الدنيا وكذا، معناتها مثلا ايمن قعد ستابل، معناتها بعد الثوره سيرتو دخلت بعضها والناس داروا على الوطن ليين انتم ما درش ندرش، معناتها ولات ولات النقمه ساعات وناس تضرب في ناس واحنا رابوريت وانتم موترين، توراضت الامور. مي في جيتك بيريود شكيت انت تراوجت ايمن والله لا والله لا، انا لا بروف بلي انا قعدت كل عام نهبط في دو تروا برودوي مصورين كليبات سوا توانسة ولا غير توانسة، قعدت نخدم على روحي وما ما عطيتش الاذن للحكايه هذه الكل الحقيقه. جوستومون مي لو في الكلام صحيح، راهو تلخبطت برشا الدنيا والوراق الكل من 2011 ل 14 15 معناتها، وصلوا مع ناس يحكيوا في حوارات هاو باش نعاقبوهم لوتريين خاطر ما وقفوش معانا هكا، ولات لغه نتاع ما هو اسمع وقت اللي تبدا فما ناس قبل الثوره هما الراب ما كانش عنده حضور وما كانش الناس تدعم فيه وما برش حاجات، سي نورمال انه رده الفعل تكون هكاك بعد الثوره، وهما بيدهم زاد ناس يستحقوا انهم يكونوا موجودين وفي خاطر تو نحبوا نكرو سي لا توندونس والدنيا والمقاييس تبدلت، ما فيها باس انهم ياخذوا بلايصهم حاجه عاديه. توندونس اما احنا توندونس نمشي نهبطوا فيها بكلنا، هي توندونس انه 60% راب 40% وتري 20% مزود 30% يلزم التنوع زاد. هذا هذا هو المشكله نتاعنا بتاتر في تونس، انه كي ركزوا لا حتى اعلاميا نوفل اعلاميا الكلنا توجهنا للراب. صحيح الكل معناها يعني الكل شيء توجه هذاك، علاش الوتري طاح شويه والشعبي طاح شويه. وبصراحه فرض وجودهم زاد بالخدمه نتاعهم وبالانتاج نتاعهم بليت برودوي، معناها كل شهر غنيه كل ماكسيموم شهرين غنيه، عباد بالحق معناها قاعده تخدم الصباح لليل. صحيح زاد ما همش يدخلوا في فلوس ما هي فلوس مثلا ولا يعملوا في سبيكتاكل توتولون معناها العام ولا فهمت. دونك انا منشيره معناها اوكي انا وتري ونحو هذيك الخدمه نتاعي مخي زاد نحترمهم هما على خاطر قاعدين يخدموا في خدمه وصلوا بخدمتهم مش بحاجه اخرى من الاخر. واضح دونك نحكيو على الجديد نتاعكم، الجديد نتاعكم اللي لقي نجاح حتى الفنانين زملائكم هذول اللي عجبهم معناتها ايمن جاي وقتها يعني كلموك ناس قالوا لك برافو. ناس كل ناس كل برتاجات ناس كل كلموا بالتليفون حتى غازي كيف كيف بحق معناها فنانين وتنانين كلهم عجبتهم الاغنيه. صافي يمكن نقول لك اكثر من 10 سنين ما جاش رقم كيما ريتو طول المده هذيك سواء من حتى من مصر صحابي راهو والناس كل الناس كل والله صدقني المره هذه بالحق جو سون كو الغنيه عامله سكسي والحمد لله. طلب صغير منك وحتى ايمن شد اي بقدره الله نقول لك حاجه نوفل باذن الله
باذن الله انا تو حاضر الاغنيه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. مش نعرفه عندك برشا غني، اما يلزم كل شيء يحضر. ايه بمعنى كيف باش نقدمها، شنو الحكايه، شنو الفازه، كيلزم تعمل حكايه، تعمل فيديو، تعمل فيلم، تعمل تصور، مش معناتها يلزم كونتينيتي، يلزمك تبروغرامي العباد كيف باش تستقبل الناس، كيف باش تستقبل البرودوي اللي باش تهبط. والله خساره، اما هكا ولا تصير. لا بحاضرين كليب وترميه وهي خدمتكم ما يدوش حاجه. لا 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 حاضرين بقدرة ربي للجاي الكل. قلت لك تفرجوا فيها جميعا باش يفطروا معنا. تحية اللي على انستغرام. هكا ولاو برشا خويا. يتابعوا فينا في لايف انستغرام غازي، انستغرام ايمن، وتشوفونا زاد على موزايكا فيم. قعدت 10 سنين انت قلت في مصر. نجلة التونسية قالت لي انت ما عملت شيء في مصر وحكيت مع في برنامج نسيته. سامحني شكوني؟ نجلة. اه نجلة، اخت نجلة. اي الاخت نجلة في برنامج نسيته. والله قالوا لي فما ناس كلمتني. اما والله انا راه انه فما ناس جاوبوها برشا الحقيقة. انا ما ريت اللي برشا ناس جاوبوها وبرشا ناس طلبوا مني انه ما نجاوبهاش. هي قالت انها خدمت اكثر منك في مصر معناتها. يا خويا هي قالت. اي وانت غازي قلت هي قالت. انا شوف انا ما نحبش ندخل معاها في كذا، خاطر لانه احنا ما فما حتى نقطه تشابه بيناتنا في حد شيء. معناها ماناش ما فماش حاجه تنجم تخلينا الاثنين نتنافسوا عليها، فهمت؟ انا نقول مصر المصاروا يعرفوا. هاك فما المسار وحيين والناس كلها مازالت موجوده. وبالنسبه لي انا راني انقدتها مره فيش سالني عليها عبد الرزاق الشابي، وانا ما عادش نحب واحد يسالني على فنان صراحه، ولا معناها عاد خذيته على نفسي انه انا ما عادش يهمني لاني بيتهوفن ولاني فلان. نهارتها سالني قال لي غازي كذا كذا على الفيلم نتاعها اللي عملته وقتها، والله اللقطه وكان عندكم اللقطه تعملوا مزيه تسمعونا. انا راني ما تقلقتش عليها، هي حره تعمل اللي تحب هي، وانا فاهم اللي هو رول ما يقلقنيش لانه انا فنان ونعرف اللي رول. اما تونس تجبدت راهو، هو اللقطه هي عملتها كانت تسمعوها راهو، هي وقتها حكاية وقالوا للرئاسه التونسي، ومن بعد هي وقت اللي في الفيلم في اللقطه هي لقطه عملت مثل تتكلم بالتونسي. انا هذا هو اللي قلقني مش هي. هي حرة تعمل اللي تحب، تو انا ابوها ولا امها ولا اخوها، هي حرة تعمل اللي تحب. قلق الرول يعني. انا قلقني تونس كي جبدت في بلاصها ما عجبتنيش وين جبدت. معناها تونس انا نحبها تجبد في 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 محضر باهي، يتكلموا عليها بالخير، يقولوا عليها كلام كبير ياسر، يقولوا فلان راهو عمل تونسي، مش تجبد تونس في كل بلا. معناها ما نحبش نحكي لكم عليها، راهو لازمكم تسمعوا نهارتها الليمبي. والله العظيم هذا هو الحاجه اللي انا بتاتر تقلقت منها وتكلمت عليها، اما هي بالذات ما عندي حتى لبس معها. انا نقول لها اختي ربي يبقي عليك ستر، وان شاء الله تعمل اللي تحب، وان شاء الله تنجح في اكثر من هكا، شيء ما يقلقنيش. الكلام اللي قلته مردود عليك، الناس جاوبوك في بلاصتي انا، وانا ما نحبش نهبط لانه نوليو نتعاركوا ونوليو نتقلق، وهذا كله حكايه فارغه، لانه نتلاو بخدمتنا خير. جوستو ما والله فما فيرسيون جديده نتاع غازي العايش. اي ما فما حاجه شوف شوف فما حاجه مهمه ياسر. الواحد تو ما عادش صغير، كمام احنا وشيب في راسه وعندنا صغيرات وعندنا عالم اخر. ولا شوف الانسان اذا كان ما يعملش مراجعات الا متى انا باش نقعد انا كل واحد يقول نطغن انا وياه ونتكلم ونرجع انا بالكلام. لا يا خوي احنا تو فرد دومين، الناس كل مع بعضنا، ما فماش علاش ناكلوا بعضنا. الور كو الدومين ينجم يرفعنا الكل، انت في اللون نتاعك وانا في اللون نتاعي وايمن كيف كيف، ما فماش عليه باش نتقلقوا من بعضنا، بالعكس نعملوا البوز بحاجات احلى من هكا. انا نجم تو نعمل بوز انا وياه، اما مش بالنسبه فهمت، بالكل بحاجه اخرى. كيما شنو غازي؟ نجم تو تجي تو نضحكوا ضحكه باهيه وتو نبزبزي ومن بعد كيما شنو، مع العلم ان احنا في اللايف كيما شنو وقيت فطور زاد اعطيوني مول. ايمن انت بيدك، ما انت تسمى فنان رزينه بار مره ولا فين، اما مقتنع انه تو باش تنجح يلزمك تنشز يتعري يتجلط. حتى انا لو عملت لي تريح هي على فكره، معناها هي بورتو هي مش من عوايدها والله، حاجه معناها رميت لي كلمه معناها ما تجيش، معناها مش حلوه جمله، معناها فيها تطيح تعقيمه وبرشا حاجات، انا ما باش نجاوبها. انا ماذا بيا مش باش نجبدش اسمها، اسمها طول هذا باش تربح هي الاداره هي الرابحه، كان جبدت انا اسمها تو دونك سماح يا خويا. هي تقول لي رجعت لك، مش انت نقطتها قبل قلت ما نغنيش معاها؟ شو ما نقدوهاش معناها؟ لا 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 هي باسمة، مش قلت مره مع البغدادي ومش معاها ولا فازها هكا؟ فازها بتفدليكه، ما عندهاش علاقه بالفن بالكل، معناها ما عندهاش حتى علاقه مع الفن، معناها فهمت؟
انت وصاحبك باش تمشي للجبل ولا انت ونجله يا خويا باش انا صاحبي تسالني ما فيهاش مشكل هذه ما سبيتكش ما تكلمش على فنك ما تكلمش عليك انت فيزيكمون في لا ما كانتش هكا ما كانتش هكا ما كانتش هكا بالكل انا نعرفها باهية ونعرفها تسلم وقتيله كما اللي قالتها فعلي فهم مش حلو برود وقالت شنو برود حطوا تصويرتي قالوا ما ذي برود ولا شنو برودو هكا يستمع هاي معتها نظر الحوم عامل لا مش عبد الخير حطينا ايه ما الكلام زايد حكايه زايده لانه كل واحد ما ينجم اسمع لسان ما فيش عذمره مشكل لسان إيه معناها الواحد وكان يتسيب معناها مع فرانات تاع كاميونه ما شدوهش فهمت اما زايد باش ندخلوا في هذايا بالعكس ما نرى ان كل واحد يخدم على روحه وربي عينه اذا كانك عمرت وقلت يا ربي والعمل عليك وبدينا نخدمه انسى هذا الكل حكايه فارغه لانه راه فما 700 الف حاجه تبدا تشد فيك التالي جوستومون باهي ايمن انت قداش عندك تغني من ايه فارغه من 2000 معناها كي دخلنا في الشهره من ليميسيون اي من 2006 من 2006 معناتها كي تعمل بيلون توا قداش نسبة الرضام تاعك؟ طلع كوليسترول تاع الدنيا الكل في السماء طبعا نحب نعطيكم معلومة تاع أيمن لصيق توا يتسمى الفجر عنده يعطي الصحة اللي جانا قيمناه على الفجر بعد شوية يرقد راهو بقرات وجيتكم الورك غازي لا غازي حسب ما نتبع فيك معناتها لاهي شوية رجعت بالانترنت تعمل سبور كذا معناتها لا أنا مش أنا ريتموك بلوزيك ليبري أنا سبور راهو هذايا ما يفتنيش لا غازي راهو يعمل في الفن خاطر هو سبور أهم له هو أنا صدقني هو شو مضيعني أنا خدمة وجيت تكويرة مع أصحابه ويمشي يصير ينحي صدقني أنا مضيعتني التكويرة مضيعتني على الآخر ما ثلاث أيام في الجمعة عندي تقول عليهم أكل لي مسمار شحا أنا ساعات تجي خدمة نبدا نخمم زعما نمشي زعما ليه أي برا تكوير فهمت السبور أنا ذكا دو توتي فاسون إلا كان فما حاجة باش تخلينا مواقفين بالكدا هي سبور أوروزمون كو أنت مازال الحمد لله أي أما معناتها في البريود الأخرى ومع كرونيكور في إف إم معناتها تبارك الله عليك معناتها أنا أي بربي تحية لأصحابي في إف إم الكل سامي والولاد الكل والبنات الكل محلاهم تلمو برشا ما نجمش نسميهم أي تبارك الله احنا هوني تقريبا 8 كل نهار عندنا جروب مي سي جو مع بعضنا وحلو ياسر والحق أنا كفنان أنت وهكا في باليش توالف بالديسيبلين كان نقولها أيمن يقول لي مستحيل أنا نجي كل يوم لنفس البلاصة لا بالعكس اسمحي والله تجربة حلوة ياسر والله العظيم جو مني وليت كي نبدا ما عنديش ليميسيون تبدا نقصتني حاجة والله ان شاء الله كان نقوم نهار بكري مع 6 تاع العشية ما نسمعها ليميسيون والله تو نجيوك احنا للدار الكل ونعملوها بحذاك ليميسيون تو نجيوك للدار بار كونتر ايمن انت قلت مرة اللي الاضواء وكذا دعوشتني تو بلوز اكيليبري قاعد على سقيك بيان سور الواحد سقي على القاعة تو فهم الحكاية معناها كبر في مخه كبر في برشا حاجات سينو ياكل مخص يجي في بالحق اي خاطر اخي بحاجة اخي بحاجة كرهتك الناس شكون باش تغني رد بالك اما عندي سؤال معناتها انت تتسمى واقف على سقيك ما يظهر لي حتى فقت انه في تونس هذا حتى طموح ما يزموش يكون كبير برشا ما نعرفش انت مشكلتك فايق بالدنيا الكل هي مشكلتك معناتها اللي فايق بكل شيء اجا هنا تو باش نبدا كلنا كيف معناتها طموحك يزم يكون مربع معناتها والله لا والله العظيم نطمح لبعيد برشا وباقي نخدم الحاجه القدام برشا وما عنديش مشكل مازال اما الحاجه بتقدر ما تعرفش ما تحس الياس هذاك انه تونس راهو هذاك حد وتقف لهنا معناها مازلت مصاب لا ما تو فما حاجه انا في الانتر بارونتيز راهي فما حاجه تبدلت ما نعرفش نحس تو راهو لا تو تبدلت تو خاطر واحد ينجم ينجح وفي العالم العربي الكل وحتى في العالم كامل ولات لوبورتونيتي سهله على خاطر ولا فما يوتيوب راه توا واحد ساعات يبدا مش معروف انا توا نرى في بنات يغنيو صدقني عاودوا فيها اغاني ناس ناجحوا ما كانوش يحلموا بالكل فما واحده بالعود عملت ريبريز في بيتها ولات ستار في بيتها فما واحده حاسه ساقيها في بانو ما وقاعده شدت الجيتار وبعدها اي معناها اخويا راه توا ولات فما الافاق محلوله اكثر من قبل توا راه سهل انك تنجح نجاح كبير معناها شويه معناها اوبتيميست فوالا راه الدنيا تبدلت ولات الدنيا احسن صدقوني سيرتو في الموسيقى نحكي في الموسيقية النجاح يبان ساهل وصعيب متى ما شوف هي ساعات غنيه تخرطف الوصفه مش موجوده نوفل اذا كان الوصفه موجوده راه الفنانين الكل ناجحين مش وصفه سهله اذا كان هي جات هكاك معناها ما سهلات هي فما حاجه فما ساعه اول حاجه الاختيار نتاع الغنيه يكون مهم
والتايمينغ نتاع تهبيط الغناية وشكون اللي يغني فيها وتجي طريقه نشر الغنية بالضبط والخدمه نتاعها هذيك ما تعرفش عليها والغنيه تنجم تضرب وما تعرفش عليها هي ساعات غنيه متحقرها انت. انا مره حبيت زماني هبطت الاخرانيه فتاع الالبوم نتاعي عام 98 هبطت اخر واحده في الالبوم قلت لهم ثقيله ومسلطنا ودرا شنو هبطت صعب ان الواحد يحبك وانت بتحبي غيره الاولى خذت سكسي ومساوره واعي. بعد 6 اشهر عيطوا لي كانوا فما دي ميزون دو ديسك راهم مش خايبين وكانوا يخلصونا الحقيقه سيرتو تحيه لافريكا كاسيت عيطتي قال لي راهو حبيت زماني راهي عملت رافاج كبير وراه خويا باش تولي هي الاولانيه نتاع الالبوم خويا عودنا عملنا واللي كنت انا حقرها ولات هي الاولانيه افريكا كاسيت فوني سوكا يا حسره على الجو الايامات هذوك معناتها كان رانا نشريو كاسيت وتبدا انت باش تسمع الاغنيه الاخرى تقعد تستنى الكاسيت مهبلين تصويرتها في باج قديمه هذاك باج قديم اي تبدلت يا حسره يا حسره تبدلت الامور ما نعرفش يا حسره يظهر لي توا خير اما احنا القدم انا وياك غازي اكبر منك كاين احنا واحد مره قال لي احنا نحن نتحسروا حتى على كسكروت بالتاي قبل معناتها اللي هم تاعنا نحبوهم اللي هم ذكريات ميزرة برشا ما نتحسروا عليهم لكن هذوك هم سافي بارتي بالميموار تاعنا كسكروت بالتاي وكسكروت بالحلوه الحاره وذوك الكل نقصد انه توا طريقه الخدمه اسهل وخير تاي وفلايو اسهل وخير توا تنجم تعمل بيرو في بيتك وتسجل وتصب اغنيه تعمل اللي تحب عليه شوف هذا ينطبق على اللي رافور تذكر الكليب كنت تقول 50000 دينار 100000 دينار كليب توا بزاف نحكي لك حكايه انا وكان خليتهم للصغيرات يخير هذوكم الفلوس والله اقسم بالله كان الكليب 50000 دولار وب 40000 دولار الكليب المزمر اللي بلاش فلوس ب 25000 دولار وانا وقتها في مصر امني ولا في لبنان مصور تقريبا 12 اغنيه فما اللي مع روتانا فما اللي وحدي توا كي نبدا نخمم ونقول والله العظيم صدقني نقول كيفاش كانت توا الاغنيه 10 ملايين ولا 5 ملايين تعمل لك اغنيه بالكدا التسجيل احنا ديما نقعدوا نشكي مجموعة الراب احنا ديما يتكلف لنا تكاليفه اكبر طريق فهمت هذاك علاش الكوتاتر ناخذوا وقت احنا في شهرين اغنيه وفي ثلاث شهور ولا معناها تبدلت شويه الحمد لله باش نسال في الاخر المهرجانات تهمك المهرجانات اكثر ولا حفلات خاصه ايمن معناتها انت تو في المستقبل تخمم في عروض كبيره في كارتاج في كذا نعرف ديما تخمم فيه ولا بروجرامك مثلا تصيف عام الجاي شنو فيه؟ عارفوا شنو فيه ولا تستنى انت مش عارف شنو فيه عمل توا لي دوموند اللي مسبوبين معناها بيان سور انت تختار معناها شنو دونك عملنا عملنا صفاقس وبنزرت الكبار سنين باش نقلبوا بتيتر كارتاج معناها حمامات معناها نكملوا الباقي معناها اللي هو خدمناه وتعامناه معناها عام بعام اما هي ثنيه اللي انا من عام اللي دخلت لها تغرمت بها وحبيتها وليت نخدم بذمتها معناها حتى لي برودوي نعملهم نبدا نخمم انه حاجه اللي هي باش تتغنى في المهرجانات حاجه ياسر محلاها وتحس بقيمتك الفنيه وخاطر باش يجيو ناس سبيسيال مونيك انت يحبوك حافظين غنياتك حتى معك. كان اقل فلوس اما حتى كان اقل فنية. فلوس مالوريزمون وهي اقل فلوس معناها فهمش وقتاش باش تحل هالمشكله هذيا وفلوس وزاره الثقافه وين وفلوس الفنانين فين وقدر الفنانين فين وهذيا بحر معناها لازمني ساعتين انا وانا نتكلم خاطر حاجه توجع القلب على الاخر معناها اللهم الواحد باش يموت باش نجبدوه الناس الكل ونقولوا الله يرحمه وكذا والله كان درشنيه وهات عاوناه في الموت نتاعو مش ما عنده ما يندب بيكم وقتها عاونوه معناها اللي عاشته باش يقف توا يقف الفنانين التوانسه مش تحبوا تحكيوا على الفنانين الوتريين انا بتدر وزاره الثقافه ويني توا باش حق عمري ما تذمرت انا في عمري ما حكيت وعمري ما قلتش بما فماش شكون يصرف على الفنان عمري في حياتي ما تكلمت لما كيولي قمع معناها تولي انت فنان وقدرك طايح وفي بلادك بالحق حاجه توصل انا نحب ننصحه هو ما اصغر مني شوف اخدم انا حسب رايي انا وحسب خبرتي انا ما تعملش على المهرجانات حكايه فارغه ماهمش مهرجانات نتاع البرة ونتاع العالم العربي اللي يخلصوا فيهم الناس بالكدا مهرجانات هنيه حكايه فارغه اخدم للحفلات الخاصه واخدم كيما تعمل الناس الكل فرحت بمهرجان كارتاج خديته وصرفت عليه تروا فواز اي كلنا كاكا سيلا ميم شوز هذه تونس معناها انا توصي اللي توا يجي معناها ما يهمناش فيه شكون يجي وحكايه فارغه حتى اللي يجي مش ياخذ فيه برشا فلوس في وما يعمل حتى شيء زايد صحيح انا بريباراسيون قبل باربع شهور وكذا وخدمه كبيره على الاخر وبشهاده العباد في العالم نعرف لا لا معناها ناس من لبنان لازم زياد بطرس وغيره كي شافوا سبكتاكل داخلوا فيه صحيح في درجتنا ونحن وانا دافع من جيبي رسول الله صحيح وكان يعطيك سوم كبيره تهبط فضيحه وكذا حتى التونسي ما يقبلش والله سبحان الله كي ياخذها درا شكون ودرا شكون 200000 دولار واحد ما شوف اما يلا غازي باش نخدموا معاك انا كارتاج كيما يحكي هو وقت اللي نغني في كارتاج هذوما محوقين تلمو تعبت في كارتاج كي عملته ومصروف من المكتوب كذا واحد
اثنين راهو المطربين الكبار راهو ياخذوا في ارقام كبيره لبرا. قول ان شاء الله ربي معانا وتنجح لبرا وتمشي في المسافة ذاك لانه راهو الارقام هذه اللي تحكي عليها حكايه فارغه بكل تفاصيل. تنجح لهنا انا تنجح لاباس حط في مخك انك تنجح حتى لبرا. نطلعوا الباليه كبير برشا اما وين في بلاد؟ صحيح صحيح ايمن ايمن انجح لبرا باش تجي قدم باش تجي انا بديت انا معناها جيت محليه حاجه نتاع جيت نرجع لبرا. غازي عيد يعني من لثقاتكم الصحة نورتونا اليوم ومبروك الجديد يحكم عين نحب نترحم على أم جعفر القيسمي نقول له بركة فيك وكيف كيف عم خونا رمزي بن وظيفة زادة نقول له بركة فيك رمزي الله أنا نقول لك مرسي على الاستضافة ونعرف اللي الغناية اليوم كي تعدينا معاك باش تعمل فوش آخر بيه إن شاء الله ربي يوفقك ووفقنا إن شاء الله يعطيك الصحة مرسي بوكو ربي يخليكم مرسي بوكو